ملحم رح يبدأ بموال يا بيتنا الخلف الضباب، كلمات أسعد سابا، ألحان وديع الصافي، وبعدها بكمل بأغنية عندك بحرية، كلمات ميشيل طعمة وألحان محمد عبد الوهاب. هاي، أنا ملحم زين من لبنان. بشكر كل واحد صوت لي واللي ما صوت لي لوصلت للمرحلة النهائية، وبتأمل دعمكم إلي لكفي المشوار وما تتركوني، لأنه أنا ما بترككم. عندك بحرية يا ريس، سمر وشرية يا ريس، والبحر كويس يا ريس، وصل حبيبي يا ريس. أنا رح غني الأستاذ وديع الصافي بالمرحلة النهائية، بس بغني كل الألوان، الخليجي، الطرب، الشعبي، المصري، الطقطوقة، من جميعه يعني، بتاع كله. دخلك يا هوا الشمالي، ضرار الهوا قتالي، والفرقة تخطر على بالي، أيام حلوة وغريبة. شباب كلهم طيبين، وبتمنى عليكم إنه ما تتركوا حدا، لأنه الصوت الحلو لازم يبين، ما بيصح إلا الصحيح. باي. Oh.
ميرسي. يا اخوان بس اسمحوا لي اقول شغله. بدي الفت نظر انه الانسان في مرات بغني مثلا شيء انه بغني بتلاقيه عمل 20 طعجه براسه وبعينه والذي هو حبي وبعده عم بيقول تحت. هيدا الزلمه صار فوق السحاب وبعده ضاحك بتطلع فينا وعم بيتسلى. وبعدين عنده هدوء نفسي مخيف لانه الطبقات اللي عم يغني فيها والصعوبه اللي قلت انا مره انه بذكرني بالاستاذ وديع الله يطول عمره 200 سنه. اكيد. بدي اقول يعني واحد بيفرح انه يشوف بالوطن وطن الكبير وطن العربي ولبنان انه في اشخاص يعني صار عنده هيك هدوء نفس انه في ناس رح تكمل بقوه عظيمه جدا لانه نحن مع الاستمراريه بالحياه مش بدنا نبكي انه والله وين وكيف ورزق الله، رزق الله طيب دائما في رزق الله. وهذا الشاب مش بس عم بغني لبناني بس بغني طرب لانه ملفت اللي عنده انه بغني الطرب المصري واللبناني والخليجي بشكل جيد جدا. وانا علي اقول الحقيقه لانه عمل لي فرح داخلي بقلبي وذكرني بالكروم وبالسما الزرقاء وبكل شيء. طبعا صعب بعد الكلام الحلو اللي قاله الاستاذ الياس اتكلم بعد اكثر عنك. طبعا يعني شفت انا الاستاذ الياس يهز معاك يعني وقام يصفق ويتحرك معاك دليل تجاوبه وانبساطه وسلطنته. مع المخرج مرات ما عم بيخلينا مش عم نشوف شو عم نعمل مع المغنين، ما عم بيخلينا نشوف يعني يشوفونا شوي ليش زعلانين ولا مش مبسوطين ولا فرحانين. لا طبعا ملحم صوت قوي يعني صوت فخم يعني جدا 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 مساحاتك واسعه والاغنيه اللي غنيتها يعني طلعت فيها ونزلت وبنفس القوة بنفس التمكن من الأداء إضافة إلى الحضور الراقي جدا والتمكن من المسرح. شلون تجاوبت مع الجمهور يعني شلون خليت الجمهور يتفاعل معاك، الجمهور حبك بسرعة من أول من أول كلمتين. فأهنيك ملحم يعني ما أقدر أقول مدام توني يعني خلاص ملحم. أغنية عندك بحرية يا ريس، أنا بقول عندك مطربين يا عالم. هالأغنية هي للعظيم للشامخ للكبير اللي كلنا بنحترمه وعراسنا الأستاذ وديع الصافي. هالأغنية من كلمات ميشيل طعمي ومن ألحان محفظ الألقاب عبد الوهاب ومن توزيع حبيب قلبي الياسر حباني. بالإذن من نينا ومن أداء ملحمي اللي سحرني من أول ما طل قدامي من 8 شهور بالاختبار. بتذكر إنه وقتها قلت إنه سحروني عيونك صح. واليوم سحرتني كلك سوا وغميزاتك وحضورك وأدائك وإحساسك ومثل ما قال الأستاذ الياس حلقت وأنا حلقت معك. ميرسي كثير. شكرا. شفتي ميزة الواحد اللي بياكل بيض الصبح؟ أكلت البيض بتاعك النهاردة ولا ما أكلتش؟ أكلت البيض ولا لسه؟ لا لسه. لسه. سامع أنا في مية سحرية. أنا ما باكلش بيض على فكرة. دي إشاعة مغرضة. سامع ان في ميه سحريه في البعاع بتخلي الصوت جميل جدا بجد ولا اه بجد؟ اكيد. ابعت لي لتر شويه.
ما شاء الله كثير كثير ناس بحبوا ملحم. مش عارف اقول لك ايه.